ما راح احطه. بدي احطه. واحد. طلع على الكف شوف شو بدك تحكي. شايفين هاي؟ شفتوا؟ هلا شوفوا شو راح اعمل مقلب باسعد. بهذا الفيديو شباب راح انتقم من اسعد وايمان. شوفوا شو راح اعملكم فيه المقالب، راح خليهم يكفروا. بعد ما عملوا فيني مقلب الموبايل اليوم راح انتقم، راح نبلش باسعد. تعال شوي، تعال سوي معك تحدي. قوم تحدي ايه؟ تعال شوي، تعال شوي، تعال شوي، لك تعال تعال نسوي تحدي. تعال شوي، تعال شوي، تعال شوي، تعال اخو الله اصفر. بس دقيقة، بس دقيقة، تعال شوي. تعال ما بعرف رايف احمد، تعال شوي. اوه عم جنني. خلصني؟ ما تعلموا علمت بسرعة؟ لك خلصني بقى. تعال تعال اشفي اشفي. شوف هلا، شوف يا شباب، راح اتحدى اسعد هذا التحدي، تمام؟ راح احط له اياه بايده، اوكي؟ راح يحط ايده جواته، واذا ضل سعود يتحمل 20 ثانيه وهي على ايده، له عندي هديه ايفون 11 برو ماكس. لا ايفون 11، ها هي قدامكم انتم شاهدين. اذا ربح وما جبت له بزق بوشي، اوكي؟ يلا حطه. ما تشفي اذا هيك عمال بايدي، يعني ايش يصير؟ شوف انت عندك عزم ولا لا؟ قطع صبيه. لا لا، بس هذا بده عزم، بده صبر وعزم. بتحمل انا. سوق لشوف. اترك هون. اترك هون. اوكي. امسكه. هاي هيك. ليش الكريمه؟ هاي مشان ما تنزل ايدك، مشان ما تخسر. اوكي؟ تمام. هلا يا شباب راح نبلش العد، عدوا معنا. واحد، اثنين، ثلاثة، فايدك فايدك. أربعة هيك هيك هيك. ليه بابا جايدي؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، شد، 11، 12، 13، 14، 15. Look at the top of his head. ايدي ايدي ما هيك دي سي. وين رايح؟ على الطريق. ليه ما تدعي عينك؟ وين ضو؟ واحد. انتقمنا من واحد، ضلوا اثنين. استنوا علي ايمان وسعد، نروح على مقلب ايمان. هلو جايز، هلا اجتني فكره مقلب يا شباب راح اسويها بايمان، راح خليكم تفرطوا ضحك. انا تذكرت المقلب طبعا معموله على اليوتيوب وعلى التيك توك، فانا لما تذكرت المقلب لحد اللحظه عم بتضحك. هلا راح اسوي لكم فيه بقى. يا محمد يا شباب في دوريه، لحظة حط كمامات. ليكو هنيك دورية، قسم بالله هنيك. الله يستر، الله يستر الدنيا شباب. مو هون مشكلة، مشكلة الدنيا حظر. والله والله راح اروح فيها، ممنوع اطلع من البيت. نعم مشكلة نب. شايفين؟ خرب الدين. ما بعرف كيف الكاميرا. خليكم معي. الله يستر، مشكلة بطريق بيتي والله. ويلي يا شباب انا عم بعدي، وقفت قلبي، وقف قلبي هذا المرور طلع. لك انا عم صور لكم
عم جاني اتصال بس اقسم بالله وقف قلبي يا شباب والله العظيم. الدنيا حظر الساعة 5:10 ممنوع نطلع برا البيت يعني يوم سبت، فالحمد لله ما حكوا شيء. كان هدول مرور، هاي ناخذ على المجمع. اوكي اوف هلا صرنا بامان لان صرنا جوا المجمع وكاني وكاني دخلنا على بيتنا. هون حرين شو بدنا نعمل؟ كلين بدي اسالكم سؤال، عاجبكم محتوى المقالب والتحديات اكثر ولا محتوى التمثيل والفيديوهات الحزينه؟ اكتبوا لنا بالكومنتات خلينا نشوف هالموضوع. انا بصراحه انضرب قناتي بسبب هذا الشيء، اني عم شكل عم حط فيه مقالب وعم حط فيه تمثيل، فانتم بالكومنتات كتبوا لي انه اكثر شيء حبيته من ضل عليه. راح اطلع لفوق واكمل مقلب بايمان واحمد. عملت مقلب باسعد راح تشوفوه بدايه الفيديو. هلا انا نزلت طلعت مشوار ورجعت خطرت ببالي هالمقلب، شوفوا شو راح اعملكم فيه مقالب بتشل. خليكم معي. شوفوا شو راح اعمل بايمان. اوكي خليكم ليتس جو. ايمان تعال بدي اعمل معك تحدي. امشي تعال لبرا تحت 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 باب سعودي افتحهم. تحت تحت ايش احسن معك؟ شو مو هيك؟ اطلعي 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 قدامي. شوفي سعودي تاخذ بس صورني سي يلا توقف هون. هلا يا شباب رح اعمل التحدي كالتالي. انا بزت هالبيضه جوات الكاسه بدون ما تطق، بقدر ولا لا؟ اكيد رح اطق. شلون ما رح اطق؟ هاي قدامكم كلكم يا شباب، اذا طقت الها عندي 100، اذا ما طقت انا الربحان. تمام؟ تعالوا نشوفهم. شوف شو راح تشكل جوات الكاسه بدون ما تطق. الطق طيب وين الدرجات ما راح تطق. وين هالطق؟ واحد طلع على الكاسه شوف شو راح تشكل جوات. هادي ما حق ما حق ما بدها تطق. هي المية خلص ما بدها تطق ما بدها تطق. طقت طقت انا هيك طقت. ليش هيك عملت؟ طقت طقت ما في مشكلة. نطفة نطفة انت نطفة. انت قاعد غبية انت؟ شو هتدخل يعني شو هتدخل بيضة جوات الكاسة؟ يعني في بني ادم بيعرفه؟ عملت غلط؟ لا اجمد حياتك. يلا هدي شوي. هاي تحدي؟ لا فكي هيك لا 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 أيام. هذا بيفيد شعرك. هذا بيعطيك. هذا بيعطي فايدة. هذا يا إيمان مغذي الشعر. شوف البيض كتير مفيد للشعر صدقيني. كتير. خلصنا إيمان خير بغيره. خلص ربحتي 100 ليرة غيرك ما بربحها. شو بك؟ شو وقت تحكي؟ شلتي؟ لا شو بدك تسوي فيه؟ انت كم مرة عملتي انت والشباب اللي معك؟ كم مرة؟ مرة واحدة. وانا كمان صار مرة تعادل، معناتها ما لك عندي شيء. تمام؟ أكثر من مرة وبدي. انت سويتي انت سويتي فيني انا ما سويت فيكي؟ انتقام هاي. ولا بس انت؟ تضربي منك ولا للمدير؟ مغطي للشعر مغطي. ايه صار يجي منك ريحة زناخة. ايه بحط شامبو من تبعيدك. صار يجي ريحة منك زناغ ريحة بيض 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 بيض. شامبو من عندك بيض. صدق إذا بتحطي مو شامبو بتحطي دواء غسيل رح يضل منك ريحة بيض بيض.